توفي المخترع البريطاني كلايف سينكلير الذي ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية الميسورة الكلفة عن 81 عاماً بحسب ما أعلنت عائلته للإعلام. وفارق سينكلير الحياة في منزله في لندن بعد صراع مع السرطان لأكثر من 10 سنوات. ومن أبرز ابتكارات سينكلير الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة سنة 1972 وكمبيوتر سينكلير زد إكس 80 الذي أطلق سنة 1980 وكان يباع في تلك الفترة بما يقارب 100 جنيه استرليني، والذي ساهم بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج. كشفت دراسة جديدة شملت بيانات سكانية وصناعية في 60 بلداً أن الإنسان الآلي بات يتولى الوظائف بوتيرة سريعة في المناطق التي تشهد زيادة في معدلات الشيخوخة. ووجدت الدراسة أن البلدان التي لديها عمال أكبر سناً فإنها تستخدم هذه الأجهزة الآلية بفارق كبير عن غيرها من البلدان. ويتفق هذا البحث مع اتجاه طويل الأمد في بلدان مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وبعض مناطق الولايات المتحدة، حيث يتم الاعتماد على أجهزة الروبوت بوتيرة متسارعة تزامناً مع ارتفاع مستويات الشيخوخة. عرض رسم لفان كوخ كان محفوظاً في مجموعة هولندية خاصة منذ أكثر من 100 سنة للمرة الأولى أمام الجمهور في متحف الفنان في أمستردام. وهو رسم أولي صغير بالقلم أنجز في نوفمبر 1882 في بدايات مسيرة الرسام في هولندا، وهي فترة لا يعرف عنها الكثير وتثير اهتماماً متزايداً. ويظهر هذا العمل قروياً عجوزاً منهكاً وحزيناً يجلس محدودب الظهر على كرسي من خشب ويضع رأسه بين يديه. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، من نهيبة حيدري وفريق التاسعة نشكر لكم المتابعة. تصبحون على خير.